siamo introdotti nel tema dei vizi e delle virtù. Esso richiama la rotta spirituale del cristiano. Infatti la vita spirituale del cristiano non è pacifica, no? Lineare è priva di, non è una cosa lineare, è priva di sfide. Ma al contrario, la vita cristiana esige un continuo combattimento, il combattimento cristiano, per conservare la fede, per arricchire i doni della fede in noi. Non a caso la prima unzione che ogni cristiano riceve nel sacramento del battesimo, l'unzione catecumenale, è senza alcun profumo e annuncia simbolicamente che la vita è una lotta. Infatti, in antichità, i lottatori prima della gara venivano... فجابه يسوع هاي الأيام مباركة في حياتنا الروحية لأنه عمالنا قلبنا بيستعد
كل ما عودنا ذهننا انه يفرز افكار حسنة كل ما كنا نحن بسلام وفرح. كتير مهم انه نهتم بسلامنا وفي فرحنا حتى نعتني من خلال ضميرنا، نعتني بقلبنا، وهيك قلبنا يقدر انه يكون في نقاء، لانه حيث النقاء هناك تأتي النعمة الإلهية حتى تكمل الناقص اللي فينا وتخلينا نشوف معنى آخر للحياة. نحن كتير منحط معاني عديدة لحياتنا ومنفكر إنه سعادتنا هي موجودة بأشياء معينة، ولكن وقتها رح ندرك إنه سعادتنا مش هي في أمور اللي نحن منفكر إنه هي مصدر السعادة والآمان والإطمئنان لإلنا، ولكن الله هو مصدر كل هاي الأمور من الصالحات. قديش مهم في هاي الأيام ونحن نستعد حتى نستقبل عيد الميلاد المجيد ونقدر نحياه في الكنيسة، لأنه كتير مهم إنه احتفالنا بعيد الميلاد زي ما حكينا يكون روحي، ولكن معناته يكون في الكنيسة ومع الكنيسة كتير مهم، لأنه ما منقدر إنه نعيش حدث العيد إلا هون في الكنيسة، هون بالليتورجيا يعني بالقداس الإلهي، بصلاة السحر، بكل هاي الخدم اللي بتعملها الكنيسة. يعني الجمعة القادمة عندنا ساعات الميلاد، السبت عندنا بارامون الميلاد، الأحد عندنا القديس باسيليوس، قداس القديس باسيليوس، وهلم وجر من أحداث من صلوات اللي بتوضعها الكنيسة في هاي الأيام حتى إيش؟ حتى تخلينا نحيا نحنا الحدث التجسد الإلهي. وتكون كمان في الشمال مع أبونا أثناسيوس. ربنا يكون معكم يعطيك القوة والنعمة يا ابني حتى تقدر تكون زي طموحاتنا وزي ما انت كمان، لاني بعرف قديش في قلبك وفي ضميرك حب للكنيسة وللعمل اللي اثبتته في كل مراحل حياتك، اما في الدير او في التعليم او في الرهبنة وهلأ في الكهنوت. ربنا يكون معك. ابونا رح يعطي القداس. إذن بإقامة القداس الإلهي للقديس نيكولاوس أقيمت صلوات وقداديس ومسيرات شموع طافت شوارع مدينة بيت جالة طالبين السلام ووقف الحرب في غزة. ترأس القداس غبطة البطريرك كيريوس كيريوس ثيوفلوس الثالث بطريرك القدسي وسائر أعمال فلسطين والأردن، والمطران عطلة حنا رئيس أساقفة سباستيا للروم الأرثوذكس، والمطارنة وحشد من الأباء الأجلاء، وبحضور اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس وممثلو المؤسسات والقادة الكشفيين والشخصيات وبحضور أهل المدينة فقط. أقيم قداس إلهي بمناسبة عيد القديس نيكولاوس شفيع المدينة تخلله كلمة غبطة البطريرك الذي تحدث عن الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد وتمنى السلام ووقف نزيف الدماء. احتفال كبير في بيت جالة
حيث أن هذا القديس هو شفيع هذه الكنيسة. وبالطبع نحن في الأيام التي فيها نستعد لاستقبال عيد الميلاد المجيد، نعيش آلاماً وأوجاعاً بسبب ما يحدث حالياً في غزة، ولكن وبالرغم من كل الآلام وبالرغم من كل الأحزان لن نفقد الأمل والرجاء، وسنبقى نصلي. نحن أبناء الرجاء، وسنبقى نصلي من أجل أن تتوقف الحرب، من أجل أن يسود السلام، ومن أجل أن ينعم إنسان هذه المنطقة بالحرية والكرامة والسلام. بنحب في هذا اليوم نبعث رسالة محبة وسلام، لأن القديس نيقولاوس يمثل الأب الحنون للأطفال والعائلات المستورة في كل العالم، ونحن في هذا الوضع في أزمة اقتصادية وأزمة روحانية وأزمة أيضا وطنية، بنقول إنه الرب يسوع المسيح هو دائما الذي يشدد القلوب، وشفعاه مثل القديس نيقولاوس يعطي الأمل في وجوده رفاته معنا حتى يعطينا دفعة روحانية. وبعد انتهاء القداس توجه الجميع إلى مغارة القديس نيقولاوس التي عاش فيها والتي تقع أسفل الكنيسة، حيث يتم تقديم النذور فيها وإضاءة الشموع، ومن ثم انطلقت المسيرة لإعطاء البركة الختمية للجميع. هذه السنة بتصادف علينا آلام لأن منطقتنا في الأرض المقدسة فلسطين عم تمرك في حالة من الفوضى والاضطراب نتيجة الوضع في غزة وفي كل فلسطين عامة، لأنه هذا الشيء مش غريب، لأنه عيد القديس نيقولاوس هو قريب على عيد الميلاد، لأنه حدث ميلاد ربنا مخلصنا يسوع المسيح لما ولد اضطربت كل أورشليم أيضا. فدائما يعني هذا الإشي مش غريب على الأرض المقدسة، إنه دائما بنشهد في أغلب المرات هناك اضطرابات بتكون في هذه الأرض المقدسة. القديس نيقولاوس هو شفيع المدينة وحميها في الحروب والأوقات الصعبة، ويطلق عليه أيضا سانتا كلوز، فهو أبو الفقراء وشفيع المرضى والمتألمين، ويطلق عليه أيضا بالقديس العجائبي. فيا أيها الأب نيقولاوس رئيس الكهنة البار، إن ثمر فضائل شجاعتك قد أبهج قلوب المؤمنين، فالآن بما أنك كللت بالإكليل الذي لا يذبل، تشفع من أجل نفوسنا. للنرسات مارلين الحدوة من كنيسة القديس نيقولاوس بيت جالة. خل عدان العالمين أودي لخبعي تعالي فالمسيح المخلص هو ذلك النور الذي تكلم عنه إشعياء في العهد القديم، الذي ينير ظلام البشرية ويقود مسيرتها نحو الحق والحياة. لكننا نتساءل اليوم،
إن كان المخلص قد ولد، لماذا ما يزال العالم يعيش في الخطيئة والحروب؟ لماذا الإنسان يقتل أخيه الإنسان؟ الجواب هو أن النور جاء إلى العالم، ولكن العالم فضل الظلام على النور، وفضل الحرب على السلام، وفضل الموت على الحياة. هذا ما نعيشه اليوم مع الأسف. جولة بسيطة في قنوات الأخبار التلفزيونية أو وسائل التواصل الاجتماعي تكفي لنا أن نعرف حجم الظلام الذي تعيش فيه البشرية. حرب واقتتال ودمار وتهجير وتشرد وبطالة وأمراض مستعصية وتلوثات للبيئة وألم وموت، وخصوصاً ما يحدث اليوم في غزة من قتل ودمار. أكثر من 20,000 شهيد في هذه الحرب الأخيرة، بالإضافة إلى المشاكل الشخصية والعائلية وبين الأصدقاء وحتى في داخل الكنيسة وجماعاتها من عدم التفاهم وإصدار الأحكام على الآخرين وغيرها. الخطورة هي في عدم السماع لكلمة الله، عدم فسح المجال لكلمة الله حتى تعمل فينا. الخطورة هي في عدم الانتباه إلى العلامات والإشارات التي يعطيها لنا ربنا اليوم. الخطورة هي أن يمر العيد وصاحب العيد دون أن نشعر به أو أن نسمع صوته. الخطورة هي أن نسير في الحياة ونحن نائمون، غير مهتمين، غير مكترثين بما يحدث حولنا في بيتنا ومجتمعنا وعالمنا. كمان كلمة حق لازم أحكيها في هذا البرنامج وأمام المشاهدين والمتابعين. خلال السنة الماضية الكل كان معنا متواصلا في عطاء روحانيتك وحضورك معنا في المؤسسات والبرنامج. صباحكم نور، فأنا بشكرك أبونا الابتسام وهذا العطاء. في النهاية هذا تعبك ومجهودك وتنسيقك البرنامج كله. بالرغم من كل التحديات اللي مرت علينا، إن كان بلبنان وإلا إن كان في الأردن، تحديات صعبة من كل الأنواع، يعني تحديات إدارية، تحديات مادية، تحديات يعني تقنية، تحديات يعني. بالرغم من كل هذا الشيء دائما بقول رسالة نور، رسالة نور، رسالة سماوية. إذا لم تكن هذه الكلمة اللي بنحكيها من هذا المنبر الإعلامي كلمة ربنا، كلمة سماوية،
فأكيد ما راح تستمر إذا ما كانت كلمة سماوية. فهذه الرسالة رسالة سماوية منطلقة من ربنا، ربنا هو اللي بيسير بالروح القدس اللي بيقود، عشان هيك مستمرة. يعني قديش مر علينا أبونا فترات، وقديش مر علينا إحباطات وتحديات، وحتى نحن فقدنا الأمل وقلنا إنه خلص بكفيها لهون، لكن يعطينا ربنا الدفع ويقول كملوا وإن أنا معكم ما تخافوا فعلا. يعني وإنت كنت حاضر يعني وشفت مزبوط وعايشت هذه المرحلة مزبوط. المراحل الصعبة إنه ربنا يقولنا إنه كملوا ما تخافوا أنا معكم. فهذا الحس إنه ربنا معانا كتير حس مهم جدا أبونا، مطمئن مطمئن إنه ربنا معاك في هذه الرسالة. لأنه أحيانا الإنسان بشك، بقول إنه هذه الرسالة رسالة من الله ولا رسالة مين، يعني هل أنا أكمل ولا ما أكمل، ولا هون خلص نوقف. يعني لأنه عن جد في تحديات كتير بحياتنا، ومين ما عنده تحديات بحياته أبونا، إن كان أكيد. عائليا وإن كان مجتمعيا أكيد. وإن كان بالبلد كلياتها، إنه كل الإنسان ناس بتعيش التحدي. بس إذا دايما منقول إذا الله معنا من خاف فمن علينا. يا ما تحدثنا وتكلمنا على البرامج الروحية كيف يعيش الإنسان بسلام، سلام القلب، فماذا يمنع الإنسان أبونا من أنه يستمر في علاقته مع ربه، علاقته، شو هي الأشياء اللي بتمنعنا؟ هي ضعفنا، احنا ضعفنا البشري اللي بيمنعنا أنه نتجاوز أخطاء الناس تجاهنا، ضعف المسامحة. يعني أنا قديش الشخص اللي بيأذيني أو الشخص اللي فاهمني غلط، نعم. يعني بيشوف كل تصرفاتي سلبية، الشخص اللي بيشوف الواقع التعامل مع بعضنا البعض بيشوفه من ناحية واحدة فقط، ما بأخذ تفكير الآخر. فأنا عشان أقدر أستمر بحياتي بسلام مع الله ومع الآخر، مع عائلتي، مع الناس اللي أنا عايش معهم، بدي دائما ألاقي أعذار للناس، ليش هي بتعمل هيك، وما أتصيد إلها خطأها، أمشي لأنه أفهم نفسيته أنه هو ليش بعمل هيك. لما بحب أكثر بقدر أتجاوز، بقدر أصبر على ألم الآخر اللي بيسبب لي إياه. كل ما بصبر أكثر على ألمه، كل ما أنا بقدر أعيش بسلام أكثر، ربنا من السماء بيعوضني. تعويضات ربنا هي اللي بتعطينا الطاقة اللي إحنا عشان نقدر نكمل فيها ونستوعب الآخر، لأنه في وقت ما رح يجي هالشخص ويقدر يتفهم التاريخ كلياته من يعني قد أنا ما بسيء للآخر، قد ما بسيء رح يجي وقت أحس حالي إنه أنا كل اللي عملته، طب هو ما وبيحكي القديس بولس كأنك بترمي جمر النار عليه، كأنك لأن ما أنت بتعامليني بشدة، أنا عاملك بلطف وبحنية وبضل أعمل بروحانيتي، فهذا الإشي يعني إلا ما بالآخر يثمر. نعم. مستحيل. رسالتنا هي رسالة سلام، رسالة إيمان، صخرتي هو وخلاصي ملجأي فلا أتزع. في كل الظروف الصعبة الإنسان عنده عدة خيارات. الخيار الأول إنه يتدمر، وهذا سهل، مش صعب إنه شخص بس يشكو الوضع والظروف الموجودة. الخيار الثاني واللي هو الدخول من الباب الضيق حسب الإنجيل اللي بحكي لنا، من نعمل وقفة ونعمل خطوة إيمان وثقة إنه الله سيد التاريخ وإنه الخير لازم ينتصر دائما. هون رسالة رجاء مبنية على الإيمان بتخلينا نقدر نمشي لقدام رغم كل الظروف الموجودة. اللي مطلوب في حدوث مواجهتنا في صعوبات الحياة، في مواجهة الشر بالحياة، إن إحنا نشوف ماذا لدينا من إمكانيات نفعلها لتجاوز هذه المرحلة، كيف نستطيع أن نتجاوز هذه المرحلة. بنسلمها لربنا، بنصلي، نتأمل بالكتاب المقدس، نشوف إيش بيجاوبنا ربنا على الواقع اللي إحنا فيه، وبعدين بدنا نلاقي قنوات ثانية يطلع الواحد الطاقة اللي بداخله بأشياء إيجابية، سواء زي ما تفضلتي بتقديم رسالة معينة، بالتعليم، بالتدريس، بكهنوته. الكاهن في خطر كبير لما بيكون فاضي، الإنسان المؤمن بخطر كبير لما بيكون فاضي. بيقول إجت ونظفت بيتها وطردت منه كل الشياطين وما وقعدت صفنت، من قاعدة الصفنة هاي هي المشكلة، فراح جاب معه شياطين كثر وعبوا المكان، شافوا جاهز ومرتب،
فبالتالي احنا الوقت الفراغ يجب ان يكون وقت متعه بحياتنا الروحيه، ولكن بنفس الوقت يعني نعبيه باشياء ايجابيه احسن من الاشياء الكثير اللي بتتوهنا، اللي هي اليوم احنا كمان بنحكي فيه خلال يعني بعرف الوقت تاخر علينا بس بثواني، واحنا ببدايه السنه واحنا بنحتفل بالسلام العالمي برساله قداسه البابا ليوم السلام العالمي في ظل الحرب والويلات الموجوده بعالم التكنولوجيا، قديش بتضيعنا هاي التكنولوجيا وخصوصا وسائل التواصل الاجتماعي اذا ما احنا ضبطناها وكيفناها لرساله، كيف احنا بنعمل مع النورسات على 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 صفحه فيسبوك مثلا، او اذا خليناها فاهية هيك كل واحد يمسك الموبايل يضل يقلب بالناس شو بتلبس شو بتشوف شو بهيك بضيع وقته على الفاضي. ابونا في بعض الاشياء اللي وضعناها كمان الانسان يطلع لها انه على الأمور اللي يقيم حياته فيها أنه لا يقبل صلاة فاترة، يعني إذا أنا بدي أعمل تغيير في حياتي ما أقبلش أنه صلاة فاترة يلا على القداس أي إشي يلا بس أني أحضر وهيك، صلاة فاترة ما تقبلها، ما تقبل أنك تعامل بلا حب وتعامل بلا حب يلا. يعني جميل. لا تقبل أنك أنت تتواصل مع العالم بدون حب، ما تقبل جميل. ساعة بدون الاتصال مع الله ما تقبل، يعني تمر ساعة تعرف إنك ذكرت الله فيها، فما تقبل ما تقبل تأكل من دون ضوابط بالشراهة ولا هاي تلتهي بالأكل بس والشرب وكل حياتك بس أكل وشرب، ما تقبل كلام بلا معنى، يعني ما تقبلش تسمع كلام ملهوش معنى، ما تقبل علاقات بلا حدود، يعني احيانا كثير بتكون في عنا علاقات وبتيجي على حياتنا علاقات ومن دون حدود وضوابط، دائما حط بعلاقاتك حدود وضوابط، ما تقبل حزن بلا رجاء، ضلك انت تحط الحزن بقلبك من دون رجاء ما تقبل، ما تقبل فرح من دون بلا تعزيه، افرح واشكر دائما، يعني هذه بعض الوصايا للجميع. أقول أبونا ودكتورة نعم. لا توضع الخمر الجديدة في زقاق القديم كي لا يفسد طعم الخمر، ولا توضع رقعة جديدة في ثوب بالي لأن الخيوط بتكون بالية، يعني أنا بتمنى يعني أول إشي أنا بحكي إنه في العيد الرابع إلكو يعني نورسات أعطت العطاء الكثير والعطاء المتجدد على مستوى الأردن وعلى مستوى المغتربين اللي بيتابعوا هذا البرنامج، كيف نقيم المرحلة السابقة وكيف نستخلص الحكمة والعبرة مما أين كبونا وكيف ننهض، كيف نعيد البناء بأدوات وطرق جديدة بعد الإدراك الحكيم إنه المرحلة الجديدة تتطلب معطيات جديدة، يعني في كل المحلات بيعملوا انفنتوري تقييم، يعني شو في عندنا من السنة القديمة، يعني أنا لا يصلح إني أعيد بناء بأدوات قديمة أثبتت فشلها. فإحنا يجب أن نقيم المرحلة السابقة سياسيا اقتصاديا روحيا بكل معطياتها تربويا، وأعيد يعني أسند مهمة البناء إلى عقول قادرة على تحديث على التغيير والإصلاح، يعني من كانوا معاول الهدم سابقا أنا لا أسند لهم المهمة لأنه أنا يعني في نفق ضيق بدي أظل نفق مظلم، فأتمنى أنه أن نقف في مطلع العام الجديد وقفة حكيمة وقفة بين يدي الله لنقيم أين كبونا وكيف ننهض، يعني قد تكون الأمال والتطلعات كبيرة ولكن هناك تحديات